بما أننا في الصيف وفي شدة الحر وما يتبع ذلك من عرق، فإني سأتحدث عن بعض هذا مما جاء في الكتب التسعة. ولذلك هذه النار وما ينتج منها من حرارة استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي، كان يستعيذ في صلاته من حر جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إن ناركم التي يوقد منها ابن آدم جزء من 70 جزءا من جهنم. ولذلك في رواية الإمام أحمد 100 جزء، 100 جزء، إما للمبالغة أو أنه أخبر أنها، وهذا لعله الأظهر، أنها أعظم من 70 جزء من 100 جهنم. قالوا: يا رسول الله والله إنها لكافية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمثل حرها، لمثل حرها. ولذلك في رواية الإمام أحمد 70 جزءا من جهنم حرا فحرا، يعني أن الحرارة تتعاظم وتزداد بعدد هذه النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند وسنن ابن ماجة من مجموع الأحاديث عن نارنا هذه التي في الدنيا، قال: ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. وفي لفظ الإمام أحمد: ضربت بالبحر مرتين ولو لم ما جعل الله فيها منفعة لأحد.